شعاع الحق يسري في كياني ويسلق مهجتي ويعز شاني. كتاب الله أتلوه امتثالا لأمر الله والنور احتوانا. وآيات الخبير لها معاني تخر لها الجبال في سواد. سيدي يا رسول الله وأسأل في الجمال وأسأل في الجمال يجيب سؤلي لمثل محمد كيف الوصول. وإن جمعت صفات الكون حسنا فحسن محمد شرح يطول. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد. وإذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض فأكثر بالصلاة على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد. وفي عشر يصلي الله مئة فأكثر من الصلاة على محمد. وفي مئة يصلي الله ألفا فلا تنسى الصلاة على محمد. ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد. فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وعند الموت وعلى فراش الموت سوف ترى أمورا تصرف بالصلاة على محمد. وعند دخول القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا فإذا سألاك قل لهما محمد. أيها الإخوة المؤمنون هيا بنا لنعيش في واحة الذكر وواحة الصلاة على رسول الله ونرفع أكف الطاعة سويا إلى الله سبحانه وتعالى. والآن مع مبتهلنا مبتهل الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان فليتفضل مشكورا. تعالى يا عم الحاج عبد مرضي جنبي هنا. تعالى تعالى جنبي هنا. تعالى يا حاج عبد مرضي تعالى جنبي هنا. تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة احنا قلنا لأحبابنا انت فطرت ولا لسه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة والله لقد سعد القلب بهذه الدعوة الغالية المباركة. دعوة طيبة من أهل الكرام. والله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنا نحبكم في الله. وما جمعنا في هذه الليلة إلا الحب. فلقد جئنا بالحب واجتمعنا على الحب وخلقنا الله من أجله. قل إن كنتم تحبون الله. وانا جيت هنا المكان ده قبل كده بيت
ربنا في المسجد البحري في البرانية، وعارف ان اهل البرانية اهل قرآن وبيحبوا يسمعوا القرآن والمديح في حضرة سيدنا النبي، ولذلك قال الله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. النهاردة بكلم مولانا سيدنا الشيخ عبد الواحد جزاه الله عنا وعن أهل القرآن خيرا، قلت له يا مولانا أنا رايح عند أهلي في البرانية بنفس اللفظ، الأستاذ مرزوق بيقول لي هو سيدنا عبد الواحد هيجلنا البرانية، قلت له إن شاء الله هيجلنا بأمر الله، هيجي البرانية لأن هو بيجي خدمة لأهل القرآن وخدمة للقرآن وحبا في كلام الله، وقول إحنا عايشين في خير الإيه؟ القرآن. فجزاك الله عنا يا سيدنا خير الجزاء. سيدنا مرزوق شاكرين لك هذه الدعوة حتى نكون بين هذه الوجوه الطيبة وبين أهل البرانية الكرام، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وتعالوا نعطر الأفواه والأرواح بالصلاة على سيدنا رسول الله، فصلوا على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. أيوة أمن على هذا الدعاء، أمن. وركوعنا وسجودنا واحفظ بلادنا واحفظ جيشنا وأعزنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام بحب الله. قد حدثت طه بحب الله بحب الله حدثت طه وفي قلبي ها بيحب سيدنا النبي يرفع ايديه. ها طيب صلي عليه بصوت عالي. بحب الله قد حدثت طه وفي قلبي محبته أراها، فحب محمد من حب
ولان الليله كلها سيدنا النبي يبقى تصلى على سيدنا النبي. يا رب نور الهدى في أحرف القرآن يدعو العباد لطاعة الديان. جاء الكتاب عن الصيام محدثا أن الصيام عزيمة وأمان في القلب تقوى والجوارح خشية فالله يعلم نيتي ويرادي. يا رب قد هذب الشهر الكريم جوارحي فجرى البيان بمهجتي وكياني وأكاد أسمع في الوجود نداءه ليل زماني. فتذاكروا بالنصر فيه وذكروا أبناءكم بالنصر في رمضان وتعاونوا وتقاربوا فسدادكم فثباتكم من طاعة للواحد المنان وتوحدوا للصوم في إحساسكم لنكون صفا محكم البنيان. إن الصيام إرادة نقوى بها والخير في الإنسان رسول الله كالشمس طلعته الله كالبدر تشهده الله. لا انا عايز الله تهز المكان. انت بتقول ايه؟ يبقى عايز اسمع الله من قلبك ثلاث مرات. هتقول الله الله الله, الله.
كالشمس طالعته الله 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 كالبدر تشهده الله حبيبي كالشمس طالعته كالبدر تشهده الله كالنور بسمته الخلق أحلى سمه الله يبدو ببسمته من لؤلؤ سنه يبدو ببسمته الله 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 صفي الفؤاد ولا الله 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 اشبعنا اشبعنا جسمنا تعبان ريح من لؤلؤ سنه الله 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 يبدو ببسمته الله حبيب من لؤلؤ سنه الله 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 يبدو ببسمته الله 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 صفي الفؤاد ولا يخشى عدا الله والله وحدنا بالدين جمعنا والله وحدنا بالدين جمعنا يا رب في غدنا وحد أمالي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا لا سمعنا الصلاة على الحبيب بصوت عالي نقول نصلي على سيدنا النبي يا رسول الله لحبك يا محمد ما أقول يا نور دي يا نور دي ده ربنا ده ربنا والله مش أنت ده ربنا والله الله العظيم الله يبارك حاضر يا سيدي حاضر حاضر يا رسول الله أغثنا يا رسول الله أجلنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله يا رسول لا احنا بنقول ببقنا احنا بنسقفش احنا بنقول بلساننا بس قل بقلبك يا رسول الله اجرنا يا رسول الله اغثنا الغوث رسول الله الغوث وجد لا يدريه الله إلا من يسكن فيه وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله يا رسول
رسول الله يا رسول الله أغثنا الغوث رسول الله ووقفت على الأعتاب. أنا عايز الله ووقفت على الأعتاب الله وبكيت له بالباب ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله 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 يا رسول الله جرنا يا رسول الله نا الغوث رسول الله الغوث رسول الله وشكوت إليه ذنوبي وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي وشكوت إليه ذنوبي فشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله الغوث رسول الله الغوث رسول الله ومدحت بطيبة طه الله دعوت بطه الله طه ايوه عيش بقلبك معايا كده ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله مدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ان يحشرني اولاه بلواء رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أجل الله الغوث رسول الله الغوث لما نظرت إلى أنواره صفعت وضعت من خيفتي كفي على بصري والله يا أخوانا هذه الليلة أحبابنا الكرام والله هذه الليلة تشهدها الملائكة فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله اسمع يا سيدنا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا اللهم اجعلنا منهم ما حدش أمن علي اللهم اجعلنا منهم اللهم احشرنا في زمرتهم اللهم انظر إلينا في هذه الساعة بعين عفوك وانظر إلينا بعين كرمك وانظر إلينا بعين رحمتك اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا رسول الله
لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيثتي كفي على بصري خوفا على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في جسم من القمر كحلة نسجت بالأنجم الزهري قمر 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 ست النبي قمر الله الله يا سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل انت كده هتاكل الجو مني يا شيخ عبد مرضي فحش الكلام ده كده يا مولانا الله يفتح عليك لحبك يا محمد ما اقول الله وارجو الله ان يرضى الرسول لحبك يا محمد ما اقول وارجو الله ان يرضى الرسول إذا ما أشرقت شمس ولاحت إذا ما أشرقت شمس ولاحت إذا ما أشرقت شمس ولاحت فنور محمد فيها يجول قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وأسأل في الجمال يجيب سؤلي الله لمثل محمد كيف الوصول وأسأل في الجمال يجيب سؤلي الله لمثل محمد كيف الوصول ولو جمعت صفات الكون حسنا ولو جمعت صفات الكون حسنا ولو جمعت صفات الكون حسنا فحسن محمد شرح يطول السلام قمر سيدنا النبي قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي ما أبهى العقول وأفتانه إلا جمال المصطفى لما دانه الله ما أبهى العقول وأفتانه إلا جمال محمد لما دانه قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأفتانه شبهته بالبدر قال ظلمتني
شبهته بالبدر قال ظلمتني، شبهته بالبدر قال 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 ظلمتني الله شبهته بالبدر قال ظلمتني يا وصفي بالبدر ظلما بينا قمره قمر سيدنا النبي مارون يا جميل الله الله يا جميل الله وجميل سيدنا النبي وجميل رسول الله. اللي بيحب أنا بيت سيدنا النبي يرفع ايديه. طب اللي بيحب سيدنا الحسين يصلي على سيدنا النبي. الليلة نصر مين؟ نصر مين؟ لا ما اعرفش، لو اعرف اقول لك ما اعرفش. اسمع يا سيدنا، اسمع يا سيدنا، اسمع هنقول ايه مع بعض، شوف هنعرف نقول ولا لا. يا سيدنا لا لسه سامع كلام برضه، في حد بيتكلم، احنا كلنا سامعين بعض وشايفين بعضنا، ممكن اللي واقفين يقعدوا بعد اذنكم. بارك الله في من جلس، بس بارك الله في من جلس. انا قلت اهو بارك الله في من جلس. انتوا عارفين رئيس امريكا بيقول ايه؟ بيقول لك ان اي جيش، اي جيش يحتاج الى دقيقة الى ساعتين حتى يتم تنظيم الجيش. بيقول لك اي جيش عشان يقف بانتظام محتاج لساعتين عشان يقول له انتباه، للخلف ضر، لليمين ضر. رد عليه احد ائمة الحرم وقال له احنا 5 مليون بكلمة واحدة بيقولها الامام استو بيستو. احنا كده المسلمين 5 مليون في بيت الله الحرام ساعة ما راجل بيقول ايه استو بكلمة واحدة، يبقى لا ساعة ولا ساعتين. اللي بيحب سيدنا النبي يصلي عليه. عشان كده أنا لما قلت بارك الله في من جلس الناس قعدت. أنا قلت بارك الله في من جلس الناس قعدت. ها أقولها تاني ولا محتاجين ساعتين عشان نقعد؟ هنقول يبقى في سيدنا الحسين وآل البيت. يا هنقول برضو في كلام. طيب نصلي على سيدنا النبي ونسلم ونمشي. ها نلم الليلة ونتكي على الله. يبقى نسمع، يبقى نسمع اي كلام غير الصلاة على سيدنا النبي ما تقولش. هنقول يا مواكب النور عالكون طوفي ويا دنيا ما تصحي بقى وشوفي. ها نعرف نقولها دي؟ يا مواكب النور عالكون طوفي ويا دنيا ما تصحي بقى. تاني يا مواكب النور عالكون ويا دنيا ما تصحي بقى. يا مواكب النور عالكون طوفي ويا دنيا ما تصحي بقى وشوفي. يا مواكب النور عالكون طوفي ويا دنيا ما تصحي بقى. يا مواكب النور عالكون طوفي ويا دنيا ما تصحي بقى وشوف. شوفي نور الزين الله في سيدنا الحسين الله. شوفي نور الزين في
سيدنا الحسين شوفي نور الزين في سيدنا الحسين واشربي من بحر حنان صافي طوفي بينا يا شجرة وكلها نور الله وفروعها شموع في طبق بالنور طوفي بينا يا شجرة وكلها نور وفروعها شموع في طبق بالنور بجهادهم دين الهدى منصور بجهادهم دين الهدى منصور بجهادهم دين الهدى منصور ومحبتهم بلسم شافي يا مواكب النور عالكون طوفي ويا دنيا ما تسلم شوفي نور الزين في سيدنا الحسين شوفي 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 نور الزين في سيدنا الحسين واشربي من نبع حنان صاف دول أعلى البيت دول أعلى البيت دول أعلى البيت نسل الزهرة نسل دول أعلى البيت دول أعلى البيت نسل الصغرة نسل جدو موسين جدو موسين جدو موسين جدو موسين أصل الشجرة أصل الشجرة ما أمتهم معروفة وزغرة ما أمتهم معروفة وزغرة ما أمتهم معروفة وزغرة لو نادوا علي هروح حافي يا مواكب النور عالكم طوفي ويا دنيا ما تصفي في نور السين في سيدنا الحسين شوفي نور الزين الله في سيدنا الحسين واشربي من بحر حنان صاف وازور مولانا سبط الهادي سبط الهادي سيدنا الحسين ابو نور بادي ابو نور بادي وانا دي وانا دي وانا دي وانا قدام مقصورته لما اخد الاذن وازور اخته مين اللي صلى على سيدنا النبي مين اللي صلى على سيدنا النبي وانا دي وانا دي وانا دي وانا قدام مقصورته لما اخد الاذن وازور اخته دي حبيبة قلبي ومحبوبته دي حبيبة قلبي ومحبوبته دي حبيبة قلبي ومحبوبته في مقامها أقول بقول واقف على الباب يا رئيس الديوان دي اللي ولا صرفي له دوا من عند الحبيب داوي واقف على الباب اقعد بس بعد اذنك اقعد اقعد عشان اسمع السماعة دي عشان اسمع الصوت من هنا بس عشان الصوت بس اسمع 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 بقول واقف على الباب يا بنت الكرام دي اللي ولا صرفي له دوا من عند الحبيب يدوي طال انتظاره على الباب ما توافي قالت ادحنا كده قالت قالت ادحنا كده من حبنا
نربيه من حبنا، نصفيه من حبنا، نرقيه من حبنا، نعليه، ولما نشوفه صبر نرجع له تاني تاني تاني، نهنيه ونخلع له خلع الرضا، ومن بدل الأدب نكسيه وندخله حينا، ونأمنه على اللي فيه لأنه صبرنا له وبانت العلامة فيه حبي وزادي ومكسبي. الله صلاة على النبي، حبي وزاد مكتبي، اللهم صلاة على النبي، ما تصلوا على النبي ده حب ومكسبي، ما تصلوا على النبي ده مدح ومكسبي، ليلتنا حلوة خالص بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. كل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله كلم شيخ محمود. سيدي يا رسول الله عذرا، عذرا رسول الله، ان قصرت في وصفكم فان جمالكم لن يوصف. جاء قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو جد العباكر كلهم في وصفه أفضال له لن يعرفا، والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية تظل يكتب ما اكتفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، تكفيه لقياه في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور الله، لكن نور محمد لن يخسف. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، قد شرفنا الليلة في هذه الأمسية القارئ الشيخ عبد الواحد العربي، والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، وحضرنا المبتهل بالفضائيات الشيخ عبد الرازق العروسي. أيها الجمع الطيب الكريم المبارك، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.